الحمد لله طبعا مبسوط ما وصل وتم تأجيل الامتحانات في كل المدارس والجامعات، بس في الفيديو ده هقول لكم كل حاجه بالتفصيل. اخر يوم في 2020 فرحه، فدي حاجه حلوه، ففرحوني انتوا كمان ووصلنا بقى 250,000. خبر يمك مع احمد مطوع. اول حاجه تم تأجيل الدراسه في كل المعاهد والمدارس والجامعات على مستوى الجمهوريه. يقول لي ازهر، صنايع، تمريض، سياحه وفنادق، كل المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى مصر. كمان الدراسه عن طريق المواقع والمنصات اونلاين يعني، وعن طريق القنوات التعليميه. الحاجه الثانيه ان تم تاجيل الامتحانات لما بعد اجازه نص السنه اللي هي هتنتهي 2022. اولى ثانوي وثاني ثانوي هيمتحنوا عن طريق التابلت من البيت. اولى ثانوي وثاني ثانوي بس هم اللي هيمتحنوا عن طريق التابلت من البيت. كل التفاصيل اللي نزلت النهارده عن الدراسه ما تنسوش، في فيديو مهم جدا هينزل عن اجتماع الوزير وكل اللي قاله في الاجتماع ده. يوصلك فيديوهات اللي جايه، ما تنساش تعمل فولو لو مش عامل، ولايك للفيديو ده وكم اكسبلور كده ما تبخلوش. ها بس عم يخش اعمل اشتراك في القناه بتاعتي على اليوتيوب وفولو على الانستجرام، كده هتلاقيه باي. يعني بعمل فولو على تيك توك، فولو على انستجرام، وسبسكرايب على يوتيوب. خبر يهمك مع احمد مطوع.